السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. شهيوتنا متواصلين، وصلنا اليوم الخامس من الجدول الأسبوعي. غادي نقدم لكم فيه بطبيعة الحال واحد البغيوش كيجي قطني رائع جدا في الفطور، وفي الغداء الكسكسو بما أننا في يوم الجمعة ففرصة أنني نحط لكم كسكسو شحال من بنت كطلبوا ليا، وكنقول أنا راه كلشي كيعرفوا صافي، دونك جات الفرصة أنني نحطو لكم ربما يستفدوا منه اخوات. بالنسبه للغوتي فغادي نقدم لكم لي غوفخ مالحين بالفروما بالجبن بالمعدنوس، حتى هما كيجيو رائعين بزاف بزاف وسهلين وزوينين للوليدات غيعجبوهم. وفي العشاء واحد الكغاتان كيشهي بالطنجال والفرماج وبالكفته ديال الدجاج. قبل هذا الشيء عندنا الضيفه ديالنا شيماء ام اميره، كنتمنى انكم تضيفوا القناه ديالها وتشاركوا معها، وشكرا لكم. نخليكم مع وجبه الفطور اللي هي كما قلت لكم بغيوش قطني بالشوكولا. اذا نصايبوا العجين اللي هو من اسهل العجائن البغيوش. كناخذوا معلقه ما عمراش بزاف متوسطه ديال الخميره، وغنضيفوا لها الماء ونخليوها شويه تذوب وسط من هذا الماء هذا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. غادي نمشيو لواحد البوله قطريه وغادي نديروا فيها ربعه ديال الطحين. غنضيفوا ليها مليحه، ونخلطو. غادي نضيف 3 ديال البيضات ونعجن هذا الشيء بهذاك الخليط ديال الخميره مع الماء. غادي نحصر على عجين كما كتشوفوا قدامكم، هو مطلوق ولكن نعجنوه مزيان. غادي تبقى لينا الزبده، غنبداو نضيفوها تدريجيا بشويه بشويه حتى كتقاضى، وفي نفس الوقت كتدخل في وسط من العجين مزيان. اذا من بعد ما غادي نكملوا الكميه ديال الزبده وتكون تدخلات في العجين، غادي نخليوه يخمر واحد المده ديال تقريبا ساعه الا ربع حتى كنحسوا به شويه دار كما كتشوفوا دار بحال الحجم دار الفوليوم. غادي ناخذوا غادي نحاولوا ندهنوا يدينا بالزيت مزيان باش ما يلصقش لينا بزاف في اليدين، وغنبداو نحطوا هاد العجين كما شفتوا انا درت هاد المول ديال المافن فدرتهم بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروهم بشكل عادي كريصات عاديين فلكم الاختيار. اذا غادي نديرهم بحال هكا ونحطهم. العجين كيجي مطلوق بزاف ماشي مشكل، هكاك خاصو يكون. إذا نحط الكمية كاملة وندخلهم الفران، ندهنهم عفوا بشوية ديال البيض ورشيشة ديال اللوز من الفوق أو السكر الكبير، وندخلو الفران على درجة حرارة 180 ونخليوه تقريبا المدة ديال من تلت ساعة حتى نص ساعة. كيتنفخو تبارك الله مزيان وكيوليو مفشفشين وكيتحمروا ونخرجوهم. ها هما كما كتشوفوا. اذا غنحيدوهم من وسط من هذا المولد المافن، كيتحيدوا بسهوله. والمولد المافن طبيعة الحال دهنوه بشويه ديال الزبده باش ما تزيدش تلصق ليكم. ولا بغيتو ديروا هاد البغيوش على شكل واحد يعني في مول طويل ديروه في مول طويل، هكا كيجيني انا سهل بالنسبه للوليدات. اذا غادي ناخذ هاد البغيوش وغادي نحلو بحال هكا من الفوق، نحيد له هذاك الراس، وغادي ندير شوكولا ديال الدهن سواء نوتيلا سواء شي نوع اخر. غادي ندير واحد الطبقه ونعاود الرد الراس يعني بحال الكابيشون ديالو بحال غادي نرد من الفوق بحال هذا الشكل هذا. غادي نعاود نفس العمليه ليهم كاملين. وها هو البغيوش من الداخل فعلا كيجي خفيف بزاف ولذيذ بزاف بزاف، وكما كتشوفوا طريقته ساهله ما فيهش بزاف ديال التعقيدات.
غنحضروا اولا المرق ديال الكسكسو. اذا خديت زويته وغادي نقطع عليها بصله كبيره قطعه رقيقه، وندير القزبر ومعدنوس قبيطه، ونحط اللحم بهذا الشكل. غادي نضيف الحمص، ونضيف مطيشه محكوكه، ونخلط هذا الشيء. غادي نشعل عليه بطبيعه الحال باش يبدا يتشحر. غادي نبدا نضيف التوابل، ملحه بطبيعه الحال، الخرقوم البلدي، الابزار، وسكينجبير، وغادي نزيد نقلي هذا اللحم مزيان مع هذه التوابل وهاد العناصر. وغادي نضيف الماء، غادي نضيف تقريبا يترونس ديال الماء، وغادي نسد على الطنجره واحد المده ديال نص ساعه على عافيه شويه قليله. بمجرد ما كيطيب هذاك اللحم، يعني كدوز ديك نص ساعه، كنكون محضره الخضره اللي غادي نصايب بها كسكسو. اذا خيزو، القرعه، اللفس، كما تشوفوا انا غادي ندير الخضره مع مع اللحم في كوكوط، يعني كل شيء في مره واحده، ما غاديش نستعمل البرمل الخضره والكوكوط الخضره ولا، فغادي نحاول نطيب كل شيء في كوكوط باش في نفس الوقت كتربحوا الوقت، وفي نفس الوقت كتسهلوا عليكم كسكسو ما كتكسرش عليكم كتر التروينه. اذا مع داك اللحم كنبدا نضيف الخضره اللي كطيب شويه تتشد الطياب، غنضيفها هي التحتانيه بحال اللفت بحال الخيزو. عاد نبدا نحط من الفوق الخضره اللي ما كتشدش الطياب بحال القرعه، القرعه الخضراء ايضا، وغادي نضيف معاهم فليفلات حارين. احنا كنبغيو فلفله حاره في وسط في المريقه، يعني اللي ما كتبغيهاش بلا ما ديرها، وغنسد عليهم عاوتاني حتى كيطيبوا تقريبا واحد ربع ساعه فقط. ودابا غندوزو نشوفوا الطريقه ديال الكسكسو. بالنسبه لينا المرق واجد، فغندوزو نشوفوا طريقه الكسكسو. اذا بالنسبه للكسكسو، فاستعملت نص كيلو ديال الكسكسو السميده، واستعملت نص كيلو اخر ديال الكامل القمح الكامل، وكيكون سباعي، كيقولوا سباعي، فيه تقريبا شي سبعه ديال العشوب. خلطتهم لان كان مغدي عندي بابا، وفي نفس الوقت راجلي كيبغي العادي وبابا تيبغي الكامل، فقلت ندير لهم خاطرهم بجوج دقه واحده. درت شويه ديال الزويته بلديه، نقدر نقولوا ثلاثه د المعالق كبار ديال الزيت البلديه، وغادي نحاول نخلط هادشي باش يشرب الزويته. كيشربوا ديك الزيت مزيان. وغادي نجيب كاس ديال الماء، وغادي نبدا نضيفو تدريجيا لهاد الكسكسو. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما غادي ما سبق لهمش داروا كسكسو في الاول مره، غادي تبداو ديروا الماء، ما تبقاوش تخافوا منه وتقولوا راه غادي يعجن، ولا ديروا كاس كبير ديال الماء، وعاد كسا عينكم ميزانكم بداو يعني تشوفوا ربما يكون شارب بزاف. الا كان شارب صافي قياس ما تزيدوش، ولا ما كانش شارب زيدوا، لان على حسب نوع الكسكسو كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. وفي نفس الوقت كنبقاو نلعبوا به هكا في يدينا، لان هاد القضيه كتخلي الكسكسو يشرب الماء مزيان. اذا ضفت كاس كبير ديال الماء، وغادي نديرو يتفور التفويره الاولى. من بعد التفويره الاولى كنزلو عاوتاني فوق الكسعه، ونبداو نحاولو نطلقوه باش ما يبقاش لنا هكا كراكب. كنستعمل ديما هاد الفوه، هادي هاد لاستيس علمتها ليا عكوزتي، ديال تستعملوا داك الطراب اليدوي باش تفكوا كسكسو. فعلا تيتفك رائع، احسن ما تتحرق يديك، ويعني كيتفك بطريقه كيولي حبيبات مفرقين. اذا نعاود زدت الماء ايضا، تقريبا كتجيبوا كاس كبير عاود ديال الماء، وتبداو تضيفوا تدريجيا.
نتوما تستضيفوه نتوما تلعبوا بيه في يديكم، الا لقيتوه باقي ناشف غادي تزيدوا الماء، الا لقيتوه صافي هو هذاك فبركه كنعاودوا نردوه للكسكاس ونعاودوا نطيبوه. بالنسبه للكسكاس راه دايره في البرمه غير الماء عادي باش نطيبها فيه. هذه المره الثانيه يعني التصفيره الثانيه ايضا تنفكها بنفس الطريقه. فهاد التصفيره لان بقات له تصفيره واحده اللي هي الاخرى، فهنا كندير الملحه وغادي نبدا عاوتاني نزيد الماء ونخلط. ممكن نزيد الماء وكنبدا عاوتاني كنفتلو هكا بيدي حتى كيتشرب داك الماء مزيان، ونعاود نردو يتفور التصفيره الاخيره ديال الكسكس وهي الاخيره. ومن بعد ما طاب ودار ثلاثه ديال التصفيرات كنجيبو كنحطو في الطبسيه ديال التقديم ولا الكسعه ديال التقديم على حسب فاش غادي ديروه. كنستف داك الكسكسو مزيان وكنحاول نحط اللحم الوسط والخضره في الجناب، وكان هذا هو الكسكسو. انا مكثرت ما تيجيني يعني مكثرت ما كنديرو هكا ساهل بسيط كيجيني سهل بزاف، فما كنعكسش عليه نهائيا، وكنتمنى انكم تجربوه وكيجي رائع بزاف ولذيذ. وبالصحه والراحه، ونخليكم مع الوجبه الثالثه اللي هي وجبه الكوتي، غادي ندير فيها غوفخ مالحين. اذا بالنسبه للي غوفخ فكناخد 3 ديال البيضات، كنضيف لهم شويه الملحه، شويه الابزار، شويه ديال الثومه بودره، ونخلط هذا الشيء مزيان. وغادي نضيف لهم الزبده الدايبه ونخلط مزيان. غادي نضيف هنا ضفت اللبن، فكيجي بمذاق ديال اللبن غزال، احسن نجربوه باللبن. ممكن اللي ما عندهاش اللبن تعوضوا بالحليب. وغنبدا نضيف الطحين تدريجيا، من بعد غادي نضيف الخمارة، سبعة غرام ديال الخمارة، ونخلط. غادي نحتفظ بهذا الخليط هذا في الثلاجة واحد ربع ساعة، نديروه في الثلاجة ونتسناو حتى كدوز ربع ساعة. من بعد كنضيفو ليه اي جبن بغينا، انا ضفت هنا الجبن ديال البارميزان، وغادي نبدا نطيبو. اذا كنشدو الاله ديال لي غوفر وتنبداو نكبو فيها هاد الخليط هذا، وتنقابلوه باش يتحمر من الجويه بجوج مزيان. وغنشوفوا الطريقه ديال الجبن اللي غادي
نقاد يعني نصايبو به هاد لي كوفر اللي غادي نحطو على هاد لي كوفر. اذا سناخدو جبن ابيض واحد 3 المعالق كبار، غادي نضيف ليهم 3 ديال المثلثات ديال الجبن ديال الفرماج، وشوي ديال الابزار، شوي ديال الفلفل الحار، شوي ديال الثومه بودره، ونخلطوا هذا الشيء مزيان. غادي نضيف ليه المعدنوس مقطع ونخلطو، وغادي نديرهم في شي جيب حلواني ونبدا نحطهم فوق هاد لي نبقى نحط هاد الفرماج او هاد الجبن عفوا فوق هاد لي غوفر. ونقدموهم بالصحة والراحة، كنتمنى يكونوا عجبوكم، وغير جربوهم راه كيجيو روعة وغادي يعجبو وليداتكم بزاف. وغادي نخليكم مع السواق من ندوزو نشوفو اخر وصفة اللي هي العشاء، غادي تكون دكراتان دنجال. بدنا ناخد بطاطا وتنقطعها هكا دوائر، جوج ديال البطاطس، كنضيف لهم شوية ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الحار، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه بودره، وغادي نخلطهم مزيان. كناخد المول ديال الكراتان وغادي نستف في القلب ديالو البطاطا. غادي ندوزو نشوفو الدنجال، الدنجال كنحيدو له هذاك الراس ديالو وكنحيدو ايضا من الجهه الاخرى، وكنبداو نحلوه بلا ما كنكملو الفتحه، يعني حتى كنقربو نوصلو لتحت وكنحبسو. وبهذا الشكل غادي نحلو، انتما كما كتشوفوا غادي نحلو الدنجال الكميه الاخرى كامله. من بعد غادي ناخدو الكفته ديال الدجاج، غير شي رابعه ديال الكفته ديال الدجاج ولا، وغادي ندير فيها شويه ديال المعدنوس، شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه، وغادي نضيف شويه الثومه بودره، ايضا شويه ديال التوابل المكسيكيه عندي الا ما بغي الا ما عندكمش مستغناو عليها. وغادي نخلط وغادي نشكل كفتات صغيورين، خبيزات صغيورين من هاد الكفته ديال الدجاج. غنرجع للكغاطا، اذا ديك البطاطا غنحط فوق من هاد الدنجال، وهاد الدنجال دوك الفتحات اللي درنا غادي نبدا نعمرهم بوحده، غندير فيها فرماج، وحده ندير فيها يعني فرماج الساندويتش، ووحده غندير فيها الكفته ديال الدجاج. وغنبقى نعاود هاد العمليه حتى نسالي الكميه ديال الدنجال مع الكميه ديال الكفته كامله. غندير ليها رشيشه ديال الزيت البلديه من الفوق ونغطيها بورق الطهي، وغادي نعاود العمليه بالنسبه لهم كاملين.
بالنسبه للبطاطا راه ما سلقتها ما والو، غادي نخليوها طيب هكاك، و الا خفتوا انها ما طيب لكمش وهي راه كطيب، الا خفتوا انها ما طيب لكمش ديروا ليها واحد نص سلقه ما فيها بس. اذا غادي ندخلها للفران مده ديال ثلث ساعه، والوقت اللي راها كطيب غادي ناخذ كاس ديال الكريمه ديال الطهي، غادي نضيف ليه بيضه، وغادي نضيف ليه فرماج جبن مفروم، غادي نضيف ليه ايضا شويه ديال التوابل، هذوك التوابل المكسيكيه، وغنخلط مزيان حتى كنحصل على خليط كريمه متجانسه. من بعد ما تنخرج داك الطنجال من بعد ثلث ساعه تقريبا تيكون طاب، فغادي نضيفوا ليه هاد الكريمه هادي من الفوق، وغنعاودو ندخلوه للفران واحد 10 ديال الدقائق، وكنقدموه بالصحه والراحه. غراتان كيجي رائع ولذيذ بزاف. ايوا يا لالياتي، هادو هما الاقتراحات اللي كانوا عندي ديال اليوم الخامس، كنتمنى يكونوا عجبوكم وجاوكم سهلين، وشكرا لكم على متابعة الفيديو، وتحياتي لكم، مع السلامة. ان شاء الله نتلقاو مع الفيديو السادس ان شاء الله، الى اللقاء.